سرق براد وخمس ساعات ذهب وتلت فيز وخلص عليه ورماه في الصرف الصحي، بس ملحقش يتهنى بالغنيمة بتاعته وعمل حاجة واحدة خلت الحكومة تكشفه. الرجل الأعمال السعودي عبدالله الفريدي الكل دلوقتي بيتكلم عن اللي حصل له في قلب فيلته في مصر، والناس في حالة ذهول من اعترافات البواب. فيا ترى إيه اللي حصل؟ الساعات الأخيرة السوشيال ميديا كلها ما كانتش بتتكلم غير عن اللي حصل لعبدالله الفريدي رجل الأعمال السعودي من بواب الفيلا بتاعته في مصر. أصل اللي حصل له فعلا ما كانش يخطر على البال وعلى الخاطر، ومن مين؟ من بواب فيلته اللي كان بيعتبره زي ابنه. لكن ايه اللي حصل؟ الحكاية حسب موقع العربية ان عبدالله الفريد عنده فيلا في مصر وبينزل فيها كل فترة والتانية، وحارس الفيلا او البواب خلص على حياة عبدالله بطريقة ما حدش يتخيلها. والاغرب في الواقعة دي تحديدا هي علاقة البواب بصاحب الفيلا اللي فعلا كانت علاقة اب بابنه. عبدالله كان دايما بيعامل الشخص ده معاملة كلها طيبة وحنية، لدرجة انه في الوقت اللي كان البواب بيفكر ازاي يقلب الراجل ده ويتخلص منه، عبدالله كان بيكافئه وجاب له تليفون جديد واداله فلوس على عشان مجهوده في الشغل ده. من كتر ثقته فيه عبدالله كان احيانا بيسيب له الفيزا بتاعته علشان يسحب منها الفلوس اللي عايزها. الكلام ده البواب اللي قاله بنفسه، انت متخيل العلاقه بينهم كانت واصله لفين؟ بس رغم كده البواب ده ما تراجعش وصمم ينفذ اللي في دماغه، وجه اليوم الموعود ونفذ خطته وخلص عليه وخد من فيلته ذهب ومبلغ مالي وخمس ساعات غاليه. وفي كلام تاني انه سرق 3 فيزا كارد، 2 سعوديه وواحده تابعه للبنك الاهلي، و10000 جنيه و2 براد قهوه تركي حاس واتنين موبايل. لكن ملحقش يفرح باللي سرقه، والشرطة قدرت انها تقبض عليه بسبب غلطة واحدة بس عملها لما استخدم الفيزا بتاعة عبدالله، ومن هنا قدروا انهم يحددوا مكانه. ده غير ان في كاميرات صورته وقت الوقعة، ومن هنا الحكومة اتأكدت ان هو اللي نفذ الوقعة. كل اللي فات بقى كوم، واعترافات الحارس كوم تاني خالص، كانت فعلا كلها مفاجآت لرجال الشرطة والمتابعين. حسب موقع القاهرة 24 ان الحارس قال بنفسه في اعترافاته للشرطة ان عبدالله كان مستأمنه على 3 فيزا بنكية بالباسورد بتاعهم علشان لو احتاج اي فلوس يسحب منها زي ما هو عايز، يعني من الاخر ما كانش مخليه محتاج حاجة. وده حسب موقع روسيا اليوم. بس للأسف حاول اكتر من مرة يستغل رجل الاعمال السعودي عبدالله لما ما يكونش في وعيه، بس كانت محاولاته تنتهي بالفشل لحد ما اخيرا نفذ خطته. ولما تسأل ايه السبب اللي خلاه يعمل كده في رجل الاعمال السعودي رغم انه ما قصرش معاه في حاجه، قال البواب انه كان معترض على بعض تصرفاته وانتهز الفرصه علشان ياخد منه الفلوس والذهب ويخلع بعد ما يخلص عليه ويعبيه في اكياس. ودلوقتي قول لنا ايه اغرب واقعه سمعت عنها او شفتها.